لجنة الاستطلاع لبناء الوقائع ديال ما جرى من مواجهات غير مسبوقة بمعبر الليبية تاريخ 24 يونيو. هذه اللجنة تمكنت فعلا من أولا التحقق من عدد الوفيات 23 شخص أنهم الخاضعين اليوم للتشريح الطبي ولتحاليل الأدين لحقلوا ضمان حقوق عائلات المتوفين. ثاني حاجة بأنه لم أجمع الذين التقت بهم اللجنة على عدم استعمال الرصاص من طرف السلطات قوات العمومية المغربية. ثالث حاجة بأنه هناك كذلك 217 مصابين كلهم استفادوا من التدخل والإسعافات الضرورية من المستشفى ديال الناظور وكذلك مستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة. خامس حاجة وأنه هناك استنتاجات نعتبرها ذات أهمية خلال هذه الفترة خلال هذه بعد ما عرفناه من فواجع ديال المآسي ديال المواجهات الغير مسبوقة، هو أن الحكومة المغربية إطلاق مشاورات لإعادة النظر في الشراكة ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، شراكة متكافئة وحقيقية تمكن من المسؤولية والتدبير المشترك للهجرة بهذه المنطقة. نعتبر كذلك بأن الهجرة لن تتوقف وبأن السياجات وكل التطورات التي عرفتها التقنية لم تمنع منذ 1998 إلى اليوم لم تمنع المهاجرين للمحاولات ديالهم للمرور إلى مليبيا. فإذا لابد من أن نعيد النظر في التدبير الأمني الحصري للهجرة وخاصة حماية للمهاجرين وسلامتهم. القيام بمهمة استطلاعية لإحداث 24 يونيو 2020 بمعبر الحدودي مليبيا بنصر وقع في هذه لذلك اليوم من خلال زيارة ميدانية للمستشفى الإقليمي للناظور، ومن خلال المعاينة والوقوف عن قرب لبعض الضحايا الذين كانوا يتواجدون في المصالح الاستشفائية الخاصة بالمستشفى الناظور، وبالتالي تم اللقاء معهم والحديث معهم والإطمئنان على حالتهم الصحية. وكما كانت هناك لقاء مع الطاقم الإداري والطبي للمستشفى من أجل معرفة ما وقع ذلك اليوم وكيفية التكفل من المرضى والعدد المرضى الهائل الذي توفى على قسم المستعجلات في ذلك اليوم، بحيث كما قلت في الندوة أن كان تجنيد نتاع جميع الطاقم الطبي والإداري، حيث تم توقيف جميع العمليات الاعتيادية لا من مركب جراحي لا من فحوصات لا من استشفاءات من أجل الآخر استقبال الوافدين من الضحايا من الجانبين القوات العمومية أو من طرف المهاجرين الغير نظاميين. الإصابات كانت هناك إصابات متنوعة، هناك كانت إصابات خفيفة تم استشفاؤها في المستشفيات ومن ثم خرجت إلى حالها خفيفة، يعني ردود بسيطة من خدوش خفيفة أو، ولكن كانت هناك إصابات تستدعي الاستشفاء وتستدعي الآخر الكشف عن الآخر الأضرار الجسمية من خلال سكانير من خلال الراديوات، ولهذا تم تقريبا كان أغلب الأضرار كانت من كسور جميع الأطراف، سواء الأطراف العليا أو الأطراف السفلى أو الأنف أو الأسنان أو المهم، كانت هناك إصابات متعددة. بالنسبة للحالات اللي كانت حرجة واللي استدعت أنها تكون في قسم الإنعاش، كانت هناك أربع حالات تقريبا أو تسعة، أربعة هما اللي كانوا خطيرين، ما تسعة كانوا غير تحت المراقبة. هذوك الأربعة لأن كانت عندهم أضرار بالرأس، لأن خضعوا العمليات الجراحية على مستوى الرأس من خلال ما نقدروش نقولوا منين، واش تضرب بالعصا أو طاح من الفوق على راسو. دونك هاد المسائل هادي والتحقيق والآخر هو اللي كيعني هادو تقريبا بأربعة تمت إخضاعهم لعمليات جراحية دقيقة سواء على مستوى مستشفى الناظور أو على مستشفى الجامعي السادس بوجدة. وهناك بعض الحالات التي تتطلب تدخلات أخصائية دقيقة
تم نقلها إلى المستشفى الجامعي كما قلت عددها 5، إما على طب العيون أو على طب الجراحات الجميلية الوجه. دونك هادو كلهم من خلال المعاينة والمتابعة لهذه الحالات من بعد اليوم تاع أو اليومين تاع الجولة الاستطلاعية تبين فيما بعد أن كنا كنتبعوهم واخا مشات سالات المهمة تاعنا الاستطلاعية تبعناهم والحمد لله كل شيء استشفى ولا بليبار فيهم خرج بعدا لا بليبار خارج واللي باقي في المستشفى راهم باقيين الأعداد نتاع شي واحد 16 واحد بالنسبة للقوات المساواة القوات العمومية ما كانتش غير مساعدة كانت كاع القوات العمومية تحرير النظام كانت تقريبا كان استشفاء 9 لان تعرضوا للقصور تقريبا قصور ولكن غادروا المستشفى مباشره وكاين اللي بينهم تعرض للقصور ولكن ما استداش انه يدخل لمصلحه الاخر العظام والمفاصل يعني تم استشفائه خارجا واللي خدعوا العمليات انظن 21 في صف القوات وفي صف المواجهين 21 ضحيه اللي تقريبا تم استشفائه جراحيا من خلال القصور.